السلام عليكم، ايه الاخبار معاكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا حابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. حاليا احنا في سنه تانية، تمام؟ وبما اننا في سنه تانية ففي عندنا بعض المواد الجديده اللي يعتبر بالنسبه لنا بوابه للمجال العلاج الطبيعي، زي البايوميكانكس، السيره، الالكترو والحاجات دي، تمام؟ طبعا ماده البايوميكانكس ماده من المواد المهمه عندنا، بتحتاج فهم، بتحتاج ايماجينيشن، بتحتاج انك تعرف تتخيل الحركات المطلوبه منك، يعني حركه الجوينت بتبقى ماشيه ازاي، الميكانكس بتاعت الجوينت نفسها بتبقى ماشية ازاي اثناء الحركة. برضو بتعتمد على اساسيات الكنسيولوجي، فبرضو لازم تهتم ببعض اساسيات الكنسيولوجي عشان تفهم المادة ديت. احنا اخدنا اول محاضرة، محاضرة خفيفة اعتبر، اللي هو اخدنا انتروداكشن الاكزيال سكيلتون بايوميكانكس. هنتعرف على ايه هو الاكزيال سكيلتون، ازاي الحركة بتحصل في السباين، الفليكشن والاكستنشن، حاجات بسيطة طبعا. وعلى مدار الترم ان شاء الله هنتوسع في الحاجات دي. هنبدأ أول حاجة بالمحاضرة بتاعتنا، عايزين نتعرف على السكليتون، تمام؟ ثواني بس، إيه عاوز أجيب الصورة. السكليتون عندنا، تمام، السكليتون عندنا بيتكون من حاجتين، أو بيتكون من فرعين أساسيين. حاجة اسمها الأكزيال سكليتون، تمام، اللي هو الحاجة اللي بالعظم اللي باللون الأزرق ده، الجزء اللي باللون الأزرق ده بسميه الأكزيال سكليتون. طيب الباقي اللي باللون الأصفر ده اللي هو الأبندكيولار سكليتون. الأبندكيولار سكليتون ده اللي هي الحاجات الطرفية، والاكزل سكيلتون ده اللي هو الجذع، مركز السبعة عندك، تمام، الجذع بتاعك الاساسي. والابنديكولار سكيلتون دي اللي هي الابر ليمب واللور ليمب. طبعا الابر ليمب واللور ليمب اخدناهم الترم سنه اولى، الترم اول وترم تاني، وخدناهم بالتفصيل تشريحين وكل حاجه. دلوقتي عندنا الاكزل سكيلتون. طيب الاكزل سكيلتون ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اربع او خمس حاجات، تمام. اول حاجه عندي اللي هي السكال او الكرينيوم، اللي هي الجمجمه، سكال او الكرينيوم، تمام. طيب بعدين عندي في مين تاني؟ عندي الفيرتيبرال كولمن، الفيرتيبرال كولمن اللي هو العمود الفقري، تمام. وعندي بعدين عظمه الاسترنم او اللي هي عظمه القص، تمام. وعندي الريبس، الريبس عندي 12 زوج او 24 ريبس، تمام، يبقى 12 بيرس او 24 ريبس. دول هم ايه؟ مكونات الاكزل سكريتون على بعض، السكال او الكرينيوم، اللي عندي الاسترنم، وعندي الريبس، وعندي الفيرتيبرال كولمن. كده عندي كام؟ عندي أربع مكونات. طيب في ملحوظتين عاوزين نضيفهم عندنا أو نعرفهم، لازم نعرفهم. في عندي تو جوينتس مهمين خالص بيربطون ما بين الأبنديكولار سكيلتون والأكزيال سكيلتون. إيه هما التو جوينتس؟ هو مبدئيا في جوينت موجود سوبيريوري من فوق، وجوينت موجود انفيريوري. طبعا السوبيريوري مش محتاج أقول لك إن هو بيربط الأبر ليمب بالأكزيال سكيلتون، والانفيريوري بيربط اللور ليمب بالأكزيال سكيلتون، تمام. يبقى عندي تو جوينتس بيربطوا الابنديكولار سكيلتون بالاكزل سكيلتون. ايه هما الجوينتس ده؟ اول جوينت عندنا اللي هو الاسترنو كلافيكولار جوينت، اللي موجود في المنطقه دي زي ما انا معلم عليه، استرنو كلافيكولار جوينت، تمام. استرنو كلافيكولار جوينت ده نوعه سادل تايب، تمام، سادل تايب اوف السينوفيال. طيب ده بيربط ما بين الاكزل سكيلتون والابنديكولار سكيلتون بس سوبيريوري، تمام، سوبيريوري. افتكر استرنو كلافيكولار اولها اس يبقى سوبيريوري، تمام. طيب في عندي الجوينت الثاني اللي هو بيربط الاكزل سكيلتون والابنديكولار سكيلتون بس انفيريوري من تحت، تمام، اللي هو اسمه ايه؟ ساكرو الياك جوينت. ساكرو الياك جوينت ده بيربط ما بين عظمه السكرم والالياك، ده بيربط الاكزل سكيلتون والابنديكولار سكيلتون بس انفيريوري، تمام. طيب في عندنا ايه شويه ملحوظات تاني نبص عليهم هنا. احنا دي طبعا ادينا قلنا ان في موجود ابندكولار سكيلتون واكزل سكيلتون والجوينتين اللي بيربط ما بينهم، سترنو كلافيكولار ده موجود سوبيريوري، وساكرو الياك موجود انفيريوري، تمام. طيب عندنا بعد كده دي طبعا المنظر بتاع السكيلتون بس من ورا. عندنا بقى بدأنا نتعرف على الأجزاء زي ما قلت لك، اللي هم الكرينيوم والفيرتيبرال كولمان والاسترنوم والريبس. هنتعرف على وظيفة كل واحدة، ايه وظيفتها، ايه مهمتها، تمام. الكرينيوم عندنا او الاسكال، تمام، ممكن ما يكتبش كرينيوم، ممكن يكتب لك اسكال عادي اللي هي جمجمة. طيب الكرينيوم دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بانكيز بتحوط وبروتكت البرين، يعني بتحوط وبروتكت البرين. طبعا البرين ده حاجه مهمه لازم نحافظ عليه، لازم يعني تحميه عشان اي خلل فيه، طبعا ده تبع سنتر نيرفس سيستم، مش بيتجدد، مش بيتعوض، تمام، في اي خلل فيه بيفضل دايم. فالكرينيوم او السكال دي بتعمل انكيز وبروتكت للبرين، تمام.
وعندنا بعض الأعضاء المختصة بالإحساس، تمام، الإحساس اللي هو حاسة الشم والنظر والسمع وهذه الأشياء، تمام. فعندي هو برضو ايه السكال او الكرينم بتحمي الايز والايرز اللي هما العينين والأذنين، تمام. وعندي النوز والفيستيبولار سيستم، تمام. النوز الانف والفيستيبولار سيستم ده جهاز او يعني زي ما اقول ايه منطقة موجودة جوه الراس، تمام، بتحسسك بالالتزام بتاعك، تحسسك ان انت بتعمل حركة، ان انت متزن، ان انت محافظ على لسانك، ان انت ماشي، فاهم. ده الفيستيبولار سيستم، ده مركز الاتزان عندك، تمام. ده جهاز بيحسسك انت متزن ولا لا، بيحافظ على الاتزان بتاعك، انت ماشي ولا لا، انت بتعمل الحركه دي، فاهم. يعني زي ما تكون كأنه جهاز وعي، بس هو ايه اكتر اختصاصه بالاتزان. طيب تاني كومبوننت عندنا يا شباب هو الريب كيج. الريب كيج اللي هو قفص الصدر. طب الريب كيج ده مكوناته ايه او بتكون من ايه؟ بتكون من 12 بيرس اوف ريبس، تمام، 12 جوز او 12 زوج من الاضلاع، تمام، مع عظمة الاسترنوم. طيب ممكن يقول لك 12 بيرس اوف ريبس، او ممكن يقول لك ايه 24 ريبس على طول، تمام، 24 ريبس على طول، ما يقولكش 24 بيرس، ما تلخبطش، يا 12 بيرس يا 24 ريبس على طول، تمام. وعظمة الاسترنوم، الحاجات دي مع بعض بتكون لي الريب كيج او القفص الصدري. طيب ايه وظيفة الريب كيج؟ وظيفة الريب كيج بسيطة خالص، حاجتين، انكيز يحوط وبروتكت اللنج والهارت، بيحمي ويحوط مين؟ الرئتين والقلب، تمام، ويلعب دور اساسي في الفنتليشن، في عمليه التنفس، خصوصا في عمليه الاكسبيريشن اللي هي ايه الزفير، تمام. طيب عندنا بعدين بيبدا يتكلم لي على الاسترنوم، عظمه الاسترنوم، عظمه من العظمات المهمه. العظمه دي بتتكون من 3 اجزاء، تمام، 3 اجزاء بيربطهم جوينتين، تمام، بيربطهم جوينتين مهمين. طيب ايه هم ال3 اجزاء دول؟ تعال نبص على الصوره دي، شايف الجزء اللي من فوق ده اهو، ده الجزء العريض اللي شبه المربع، تمام، وفي جزء تحته اللي هو الطويل ده، وجزء صغير خالص بروسس كده تبرز او بروز طالع، تمام. طيب اول جزء ده اللي من فوق اللي شبه المربع ده بسميه المانيبيوروم، بسميه ايه؟ المانيبيوروم. الجزء اللي في النص ده، تمام، ده بسميه البودي اوف الاسترنو، البودي. واخر حاجه ده اللي هو الزيفويد بروسس او البروز اللي طالع، اسمه بسميه ايه؟ زيفويد بروسيس، تمام. طيب اول حاجه المانيبيوروم، المانيبيوروم دي ايه اللي مميزها، ايه اللي فيها اصلا؟ فيها جزء من فوق كده نوتش صغير داخل جوه، اسمه ايه؟ جوجلر نوتش. طيب اصلا متسمي ليه جوجلر نوتش؟ عشان بيعدي فيه شبكه او بليكسوس، تمام، او ارش، تمام، اسمه جوجلر ارش. جوجلر ارش ده بيبقى أوعية دموية معدية في المنطقة ديت، تمام، فتسمى على اسمها جوجلان نوتش، تمام. ويبقى موجود في ايه في المانيبيوروم دي تاني؟ بيبقى موجود الفيست بتاعت الاسترنو كلافيكولار جوينت. فاكرين الاسترنو كلافيكولار جوينت ده؟ كان واحد من الجوينتات اللي بيربط ما بين الاكزير والابنديكولار سكريتون بس سوبيريوري، تمام. فيبقى عندي موجود في المانيبيوروم جوجلان نوتش، تمام، والفيست بتاعت مين؟ بتاعت الاسترنو كلافيكولار جوينت، تمام. طيب بعدين عند البادي، البادي في الاسترنوم، البادي في الاسترنوم دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها الكوستال فيست فور الاسترنو كوستال جوينت، تمام. الفيست بتاعت الاسترنو كوستال جوينت، الاسترنو كوستال جوينت ديت اللي هي الجوينتس اللي بتربط ما بين الاسترنوم والكوستال كارتريج بتاعت الريبس، تمام. واخر حاجه ايه؟ الزفويد بروسيس. طيب ما بين ال3 اجزاء بتوع الاسترنوم دول في جوينتين بيربطوهم ببعض، تمام. اول جوينت اللي ما بين المانيبيوروم والبودي بسميه مانيبريو سترنال جوينت، مانيبريو سترنال جوينت، تمام، وده بيربط ما بين المانيبيوروم والبودي. الجوينت التاني اللي بيربط ما بين البودي والزيفويد بسميه زيفو سترنال جوينت، زيفو سترنال جوينت، تمام. يبقى انا عندي جوينتين في المنطقه ديت بيربط ما بين ال3 اجزاء بتوع السترنوم، مانيبريو سترنال جوينت بيربط ما بين المانيبيوروم والاسترنوم، وعند الزيفو سترنال جوينت بيربط ما بين الاسترنوم والبادي في الاسترنوم والزيفويد بروسيس، تمام. طيب بعدين عندي ايه؟ الريبس. الريبس دي بقى شكلها ايه؟ دنيتها ايه؟ دي طبعا لونج بون، تمام. وعندي كام ريبس؟ عندي 10 ريبس و2. انا بقول 10 و2 ليه؟ لان عندي 10 متصلين بالاسترنوم، ماليش دعوه متصلين دايركتلي ولا ان دايركتلي، المهم ان هم متصلين بالاسترنوم،
سواء عن دايركت كوست او كارترج عن كارترج. تمام، في عندي 10 متصلين سواء دايركتلي او ان دايركتلي تمام بالاسترنال. تمام، وعندي 2 بسميهم ايه فري فلوتنج اللي هم عائمين. يبقى عندي 10 ازواج متصلين 10 بيرز متصلين بالاسترنال، و2 بيرز بسميهم فري فلوتنج اللي هم العائمين اللي مش متصلين بالاسترنال. تمام، طيب قال لك ملحوظه كده يعني مش هتركز عليها قوي. قال لك مين؟ قال لك الريبس ديت ليها بوستيرور اند وانتيرور اند. البوستيرور اند بتاعتها بتبقى شكلها ايه؟ بيبقى عندها هيد ونك وبيبقى عندها ارتيكولو تيوبريكل. الارتيكولو تيوبريكل ده بيمسك فين؟ بيمسك في الفرتبري، يمسك في الفرتبري. تمام، يبقى عندك في البوستيرور اند بتاعت الريبس بيبقى موجود هيد ونك وارتيكولو تيوبريكل. الارتيكولو تيوبريكل ده بيمسك في مين؟ في الفرتبري. طيب الانتيرور اند ديت بيبقى فيه ايه عندك؟ بيبقى فيه عندك فلاتند هايلاين كارترج، بيبقى فيه مكان فلاتند كده بيدخل فيه الهايلاين كارترج عشان يمسك بالريبس. تمام، طيب بعد كده هنبدا نتكلم عن الفرتبري. الفرتبري ديت ايه؟ الفرتبري طبعا هي الفقره. تمام، وفرتبري فوق فرتبري عملوا لي ايه؟ فرتبرا كولمان اللي هو العمود الفقري. طيب ايه الفانكشن بتاعت الفرتبرا كولمان؟ الفانكشن بتاعت الفرتبرا كولمان ان هو اول حاجه بيديني فيرتيكال ستابيليتي فور الترنك والنك. فيرتيكال ستابيليتي يعني بيخليهم واقفين في شكل عمود زي كده، بيبقى الشكل بتاعهم كده. تمام، الترنك والنك بيبقى واقف في وضع الريكتيك بوزيشن او الفيرتيكال بوزيشن. تمام، يبقى دي لي فيرتيكال ستابيليتي اوف ذا ترنك اند النك. طيب ايه تاني؟ بروتكت السباينال كورد، الحبل الشوكي بيحمي السباينال كورد والفنترال والدورزال روتس. تمام، اللي هو الاسندنج والديسندنج تبع الاشارات العصبيه، الفنترال والدورزال روتس. تمام، والاكسايتنج سباينال نيرفس روت. تمام، يبقى هو عندي بيديني فيرتيكال ستابيليتي للترنك والنك، وبيحمي السباينال كورد والفنترال والدورزال نيرفس روت والاكسايتنج سباينال نيرفس روت. تمام، طيب هنا بقى بيبدا يتكلم معايا عن الفيرتيبرا كولمان وبيتكون من ايه. الفيرتيبرا كولمان زي ما قلنا بيتكون من فقرات فوق بعض. طيب ايه الفقرات اللي عندي؟ كام عددهم؟ 33 فقره، 33 فيرتيبرال بوني سيجمنتال، بتتقسم لخمس مناطق. طيب عندي منطقه السيرفايكال، سوركس، اللمبر، والساكرال، والكوكسيجال. تمام، طيب السيرفايكال دي فيها 7 سيرفايكال فيرتيبري. تمام، وعندي 12 اللي هم 12 تمام موجودين في السوركس، وخمسه لللمبر، وخمسه في منطقه السكرال، واربعه في منطقه الكوكسيجال. طبعا منطقه الكوكسيجال ممكن يبقوا خمسه، ممكن يبقوا ايه 3، بس احنا بنقول ايه 4. طبعا بتختلف من حسب الاشخاص، بس عاده في معظم الناس بتبقى ايه 4 الكوكسيجال. تمام، طيب قال لك السكرال والكوكسيجال فيرتيبري دي عاده بيبقوا ملتحمين ببعض في الناس الكبيره. تمام، في الادلت. طيب عندي بعدين هنا دي صوره بتوضح الفيرتبري او الفيرتبرا كولمان ازاي محطوطه فوق بعض. طبعا هنا عندي اول 7 اللي هم باللون الاحمر دول تبع مين؟ السيرفايكال، واللي باللون الاصفر دول ال 12 ال 12 تبع مين؟ تبع السوركس، واللي باللون الاخضر دول الخمسه دول تبع اللمبر، واللي باللون البني دول اللي هم السكرم والكوكسيك بس فيوزد ملتحمين مع بعض. دي ايه؟ سباينال كورد، قصدي فيرتبرا كولمان بتاع شخص ادلت. تمام، طيب هنا برضو ايه شكل الفيرتبري في كل منطقة. يعني اول واحدة شكل الفيرتبري في السيرفايكال، تاني واحدة شكل الفيرتبري في منطقة السوركس، تالت واحدة شكل الفيرتبري في منطقة اللمبر. طبعا لو احنا هنلاحظ يعني مش عاوز اديكم ملاحظة دلوقتي، نخش في تشريح الفيرتبري بسرعة. تمام، عشان نرجع نديكم الملاحظة دي. الفيرتبري دي بتتكون من ايه؟ بتتكون اول حاجه من البودي. تمام، اللي هو الجسم بتاع الفقره. تمام، البودي ده بيطلع منه تفرع. تمام، التفرع اللي هو باللون الاخضر ده بسميه ايه؟ بسميه البيديكلز. تمام، البيديكلز بيطلع منها تفرعين بقى، بيطلع منها تفرع كده على الجنب، والتاني بيطلع منها تفرع على الجنب. التفرع ده بسميه ايه؟ ترانسفيرس بروسيس. تمام، ترانسفيرس بروسيس، نطوق طالع بالعرض كده. تمام، طيب بيطلع لي حاجتين تاني اللي هما باللون الاصفر دول، حاجه اسمها السوبيرور ارتيكولار فيسيت. تمام، او السوبيرور ارتيكولار بروسيس. تمام، طيب اللون البنفسجي ده بسميه ايه؟ بسميه اللامينا. تمام، اللامينا. وبعدين عندي السباينس بروسيس. تمام، في المنطقه الفراغ بقى اللي وسط البروسيس دي كلها والحاجات دي كلها، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها السباينال كانال. السباينال كانال دي او الكانال دي بيعدي فيها السباينال كورد. تمام، طيب بعد ما عرفنا احنا التكوين بتاع الفيرتبري وهنراجع عليه مره تاني،
بيتكون من البودي، البودي بيديني بيتكلز، البيتكلز بتديني ايه؟ بتديني ترانسفيرس بروسيس. تمام، في عندي بعدين السوبيريور ارتيكولار بروسيس، تمام، وعندي اللامينا اللي هي باللون البنفسجي ده، واخر حاجه عندي ايه؟ السباينس بروسيس، وعندي مين؟ السباينال كانال. طيب نرجع للملاحظه بتاعتنا، لو قلت لكم اديها لك، لو جيت بصيت انت على الشكل بتاع الفقرات زي ما احنا شايفين في الصوره، تمام، الفقره اللي فوق زي ما قلت لك تبع السيرفايكلا، تحتها تبع السوركس. ايه الفرق ما بينهم؟ هتلاحظ ان اللي ما بين السيرفايكل والسوركس ان حاجه في ظهرت عندك اللي هي ايه؟ اللامينا. اللامينا مش موجوده في الابر سيرفايكل، بتبدا تتطور كل ما تنزل لتحت من 6 ل 7 كده، انت ونازل تحت بتبقى تظهر عندك اللامينا. اللامينا ما كانتش موجوده في الابر سيرفايكل، تمام، لان اللامينا ديت زي ما تقول بتحد الحركه شويه. تمام، كل ما انت بتنزل كل ما البروزات والتفاصيل والبروسيس بتبان في الفرتبري. تمام، يعني طبعا شوف انت، بص هنا على السيرفايكل فوق واللمبر تحت، في اختلاف كبير جدا. يعني اللمبر فرتبري دي ايديال، دي نموذجيه فرتبري، نموذجيه فيها كل حاجه. تمام، طبعا اول وتاني سيرفايكال فرتبري بيبقوا ناقصين شويه حاجات، زي مثلا ما فيهاش اللامينا، ممكن ما يبقاش فيها البروسيس. تمام، يعني شايف البروسيس يا دوبك ظاهرين نتوءات صغيره، فاهمني؟ دي ملحوظه ايه لاحظتها انا. طيب بعدين بنتكلم عن الميكانكس اوف السباين. الميكانكس اوف السباين ايه الميكانكس بتاعته؟ طبعا اول حاجه الليفر، لما نيجي نتكلم عن الميكانكس اكيد بنتكلم عن الليفر. تمام، فالليفر بتاع السباين فيرست كلاس. طبعا حابب افكركم بالفيرست كلاس ليفر، ده كان بيبقى عندك الفلاكرم في النص او الاكسس في النص، تمام، وعلى يمينك في ريزيستانس وعلى شمالك في الفورس او العكس. تمام، المهم ان عندي يكون الاكسس في النص. تمام، طيب السباين ده الليفر بتاعه فيرست كلاس. تمام، طيب ايه الفايده بتاعت الليفر؟ تمام، اللي هي اما بتعدل في الفورس او الرينج اوف موشن، يا اما بتعمل لي ماجنيفيكاينج للفورس او تقللها، او تزود لي الرينج اوف موشن او تقلله. تمام، طبعا بما ان السباين فيرست كلاس ليفر، يبقى هو يا اما ساعات بيشتغل كماجنيفيكيشن اوف فورس او ماجنيفيكيشن او سبيد اوف رينج اوف موشن، او بيشتغل كبالانس. تمام، طبعا هنا في الجزء اللي تحت ده بيبين لي الليفر، الليفر اللي هو بيقول لك يعني هنا الريزيستنس فين، الايفورت فين، الفراكرم فين. تمام، طبعا الفراكرم هو الفيرتبرا كانال. تمام، الفراكرم اللي هو الفيرتبرا كانال. طيب الايفورت، الايفورت طبعا دايما بتبقى المصل، المصل والباراسباينال مصل والاريكتور مصل. تمام، طيب بالنسبه للريزيستنس الوزن او المقاومه، يبقى الهيد والارم والترنك، هيد والارم والترنك، ممكن تجمعهم في كلمه هات زي ما هو عامل زي كده، هيد ارم ترنك. تمام، دول اللي هم الريزيستنس في الليفرج بتاع السباين. تمام، طيب بعد كده هندخل على الليجامنتس. تمام، الليجامنتس عندي 8 ليجامنتس موجودين حوالين او موجودين في الفيرتبرال كولمان، تمام، او السباين نفسه، تمام، اللي هو العمود الفقري. بيعملوا ايه؟ اسمائهم ايه؟ وظيفتهم ايه؟ موجودين فين بالظبط؟ هنعرف دلوقتي. تمام، طيب التمانية اللي عندي ايه هما؟ الانتيرور لونجيتودنال ليجامنت والبوستيرور لونجيتودنال ليجامنت، وحاجه اسمها ليجامنتوم فلافوم. تمام، ليجامنتوم فلافوم الاسم غريب بس ايه، هتحفظه. تمام، والانتر ترانسفيرس ليجامنت والانتر سباينس ليجامنت والسوبر سباينس ليجامنت والليجامنت من النوكيوي ده، يعني سمعت الاسم انت ده قبل كده، ليجامنت من النوكيوي ده اللي موجود في الرقبه. تمام، والكابسولار ليجامنت. تمام، طيب انا هجيب لك الصور دلوقتي واوضح لك مكان كل ليجامنت. تمام، وبعدين نعرف الفانكشن بتاعته، بيساعد ويريزيست في ايه، ويهيلب في ايه، ويفيفر في ايه. تمام، طيب هنبص على اول صوره، دي اللي من فوق ديت منظر العمود الفقري من على الجنب. ابو الصوره اللي تحت ديت اللي على ايدك الشمال، تمام، ديت صوره للعمود الفقري من قدام. تمام، واللي على ايدك اليمين صوره للعمود الفقري من ورا. تمام، طيب الانتيرور لونجيتودنال ليجامنت، لو فاكرين ده اول ليجامنت، تمام، باين في الانتيرور فيو اهو، ده انتيرور للبودي بتاع الفيرتبري. يبقى عندي الانتيرور لونجيتودنال ليجمنت من اسمه موجود انتيرور للبودي، او انتيرور للسباين، او انتيرور للفيرتبرال كولمن، كله ده ينفع صح. تمام، انتيرور للبودي في الفيرتبري، برضه باين بالظبط ان هو انتيرور للبودي في الفيرتبري في اللاترال فيو او المنظر الجانبي اهو، هنا في الصوره اللي فوق ده مين؟ ده الانتيرور لونجيتودنال ليجمنت. تمام، طيب بعدين عندي البوستيرور لونجيتودنال ليجامنت. البوستيرور لونجيتودنال ليجامنت فين موجود؟ فين موجود؟ بوستيرور للبودي في الفيرتبري،
ما تقوليش بوستيرور للسباين، ما ينفعش، لان في حاجات تانية بوستيرور للسباين. التدقيق الصحيح او الوصف الصحيح ان هو موجود بوستيرور لل البودي في الفيرتبري، موجود بالظبط بداخل السباينال كانال اهو. ده عندك البوستيرور فيو، تمام، وادي عندك البودي في الفيرتبري. طبعا هنا مقطوع الفيرتبري، مقطوع الجزء اللي من ورا، ادي هو المفروض كده ايه الجزء اللي من ورا او الجزء البوستيرور اللي هو في السباينس بروس والترانسفيرس بروس والحاجات دي مقطوع، تمام. ادي هنا المنطقه دي ترجع اللي بداخل السباينال كانال، بوستيرور للبودي في الفيرتبري، موجود في مين؟ موجود فيها البوستيرور لونجيتودينال ليجامنت، تمام. طيب الليجامنت اللي بعد كده ايه؟ حاجه اسمها الليجامنت الفلافون، فاكره ليجامنت الفلافون؟ قلت لك الاسم غريب بس اتعود عليه، تمام. الليجامنت الفلافون ده موجود فين؟ موجود بستيرور برضه، بس بستيرور فين؟ بعد مين؟ بعد البستيرور لونجيتودينال ليجامنت. يعني ادي عندك البستيرور لونجيتودينال ليجامنت، موجود بستيرور للبادي بداخل سباينال كانال. تيجي بعديه على طول بعد البستيرور لونجيتودينال ليجامنت بتلاقي مين؟ بتلاقي السباينال كورد. بعد السباينال كورد، بستيرور سباينال كورد، موجود عندك مين؟ اللي هو من تحت ده، هو مش باين قوي، هو ده الجزئيه الصفراء الصغيره ده، هو طبعا بتمد لفوق، ده اسمه مين؟ ال ليجامنتوم فلافون، ليجامنتوم فلافون، تمام. يبقى انا عندي لو شاب الترتيب، تمام، اول حاجه عندي الانتيرور ليجامنت، بيبقى انتيرور للبادي بتاع مين؟ بتاع الفيرتبري. طب بوستيرور للبادي، يبقى عندك البوستيرور لونجيتودينال ليجامنت. طيب بعدها بيجي ايه جوه السبانال كانال؟ بيبقى موجود مين؟ السبانال كورد. بوستيرور سبانال كورد، تمام، الليجمنتوم فلافون، تمام. بعدين بندخل على الليجمنت الثانيه، الليجمنت الثانيه زي الانترو ترانسفيرس ليجمنت، زي ما احنا شايفين في الصوره اللي عندك الشمال هنا، الانترو ترانسفيرس ليجمنت من اسمه بيبقى موجود ما بين الترانسفيرس بروس وبعضها، تمام. وفي عندي الانترو سباينس ليجمنت من اسمه موجود ما بين السباينس بروس وبعضها اهو زي في الصوره اللي فوق. وبعدين عندي السوبرا سباينس ليجمنت، ده اللي بيبقى مغطي السباينس بروسس من بره كده، سوبرا سبانس ليجمنت، بيبقى ماشي على سبانس بروسس على طول العمود الفقري كده، تمام. يبقى كده نقول مره ثانيه عشان مهمه، الليجمنت واماكنها، تمام. الانتيرور لونجيتودينال ليجمنت، انتيرور للبادي في الفرتبري، تمام. البوستيرور لونجيتودينال ليجمنت، موجود بوستيرور للبادي في الفرتبري. طيب الليجمنت من فلافو موجود فين؟ موجود بوستيرور للسباينال كورد بداخل السباينال كانال. طيب عندي بعدين الانتر ترانزفيرس ليجامنت، موجوده ما بين الانتر ترانسفيرس بروسيس. طيب والانتر سباينس ليجامنت موجود ما بين السباينس بروسيس، والسوبرا سباينس ليجامنت موجود على طول العمود الفقري على السباينس بروسيس، تمام. طيب في بقى فاضل عندي ليجامنتم النيوكلاي ده، وده موجود في الرقبه على طول فقرات الرقبه كده على اول خمس ست فقرات كده، تمام. طيب في حاجه عندي برضو تاني كنا هننسوها، اللي هي الكبسولار ليجامنت. الكبسولار ليجامنت ده بيبقى ليجامنت محطوط على الفيس جوينت، تمام. الفيس جوينت ده اللي بيبقى متكون ما بين السوبيريور ارتكيولار، تمام، فيست والانفيريور ارتكيولار فيست لفقره ثانيه، تمام. فاكرين السوبيريور ارتكيولار فيست ده او السوبيريور ارتكيولار بروسيس اللي كان موجود في الفقره، تمام. بيبقى في الفقره اللي فوقيه بيبقى في حاجه اسمها انفيريور ارتكيولار فيست، الاثنين بيتحطوا مع بعض بيعملوا الفيس جوينت، تمام. والفيس جوينت ده هأجله لبارت تاني من الفيديو إن شاء الله، هنعمل فيديو تاني للمحاضرة ديت عشان بس الفيديو ما يطولش وتزهقوش مني. فهنتكلم فيه عن الفيسل جوينت والكينيماتكس والكينيتكس، تمام، بتاعت ايه الفيرتبرال كولمن. بس دلوقتي ايه احنا نعرف ايه ان في عندك حاجة اسمها فيسل جوينت، والفيسل جوينت ده بيحوطه ليجامنت هو اسمه ايه؟ اسمه الكابسولار ليجامنت، تمام. يبقى انا زي ما قلت لك عندي 8 ليجامنت، انتيرور لونجيتودينال بوستيرور لونجيتودينال ليجامنتوم فلافوم ترانسفيرس والانتر سباينس والسوبرا سباينس والليجامنتوم نوكاي والكبسولار ليجامنت. طبعا عرفنا اماكنهم، دلوقتي نعرف الفانكشن بتاعته. طبعا الانتيرور لونجيتودينال ليجامنت الفانكشن بتاعته لو هو حصل فيه اصلا تيرشن فبيساعد على الفليكشن، تمام. طيب لو هو في العادي بيريزيست الاكستنشن، هو في العادي بيريزيست الاكستنشن، ريزيست الاكستنشن يعني بيقاوم او بيحد من الاكستنشن، هايبر اكستنشن في الترنك او في ال في الفيرتبرال كولمن، بيعكسه مين؟ الانتيريور لونجيتودونال ليجامنت، تمام. طيب البوستيريور لونجيتودونال ليجامنت ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريزيست للفليكشن، بيعمل ريزيست للفليكشن وبيساعد الاكستنشن، صح؟ عشان هو موجود من ورا، تمام. طبعا كل الليجامنتس اللي احنا شايفينهم دول، تمام، بيعكسوا الفليكشن، تمام، ما عدا الانتيريور لونجيتودونال ليجامنت، تمام، بيعكسوا الفليكشن.
وطبعا كلهم بيساعدوا في الاكستنشن ما عدا مين؟ ما عدا الانتيريور لونجيتودينال ليجامنت. تمام. طيب بعدين هنا بيقول لك ايه، في شويه تعريف صغير من تحت اللي هو الموشن سيجمنت. الموشن سيجمنت ديت اللي هي حركه الاجزاء بتاعه السباين، بيجي 2 فيرتبر، واحد من فوق واحد من تحت، بيعملوا اتنين بيتحركوا مع بعض. تمام. فبيعملوا حاجه اسمها فانكشن موفمنت. تمام. بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ فانكشن موفمنت. الفانكشن موفمنت كل اتنين مع بعض، لما تيجي تعمل مثلا اكستنشن في الفيرتبرا كولما، كل اتنين اللي بيعملوا اكستنشن مع بعض، فبيكستنشن في اكستنشن في اكستنشن، فيعمل لك الاكستنشن كامل. تمام. طيب دي جزئيه حاجه اسمها سباينال كيرفاتشر. السباينال كيرفاتشر دي اللي هي التقوسات الموجوده في السباين او الكيرفات الموجوده في السباين. تمام. طيب في حاجه عندي اسمها برايمري كيرفاتشر وسكندري كيرفاتشر. برايمري كيرفاتشر وسكندري كيرفاتشر، طب ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق بين البرايمري كيرفاتشر والسكندري كيرفاتشر وكده؟ تمام. قال لك البرايمري كيرفاتشر اللي انت اتولدت بيه ولسه موجود عندك، يعني التقوس اللي انت يعني الانحناء اللي انت اتولدت بيه ولسه موجود عندك. اما السكندري كيرفاتشر ده انت اتولدت بانحناء وتطور بانحناء تاني بكيرفاتشر تاني، فده بسميه سكندري كيرفاتشر. تمام. طيب تعالى نمسك السباين من وقت ما انت كنت لسه جنين. تمام. لما انت كنت جنين في بطن الام، في رحم الام، كان السباين عندك سي شيبد. سي شيبد داخل في فول فليكشن يعتبر. تمام. فبيبقى اسمه كيفوتك او كيفوزس، كان كيفوزس. تمام. طيب اتولدت خلاص وبقيت طفل لسه عندك شهرين ثلاثة، بتنام على ظهرك. تمام. نمت على ظهرك، بدأت ترفع راسك لفوق. اول ما بدات ترفع راسك لفوق بدا يحصل تغير في السباين. تمام. بدا يحصل اول تغير في السباين وتكون عندك اول سكندري كيرفاتشر عندك اللي هو تبع السيرفايكال. بي عندك حاجه اسمها ايه؟ لوردوتك سيرفايكال. تمام. بي عندك سكندري لوردوتك سيرفايكال. تمام. طيب بعدين بدات تمشي. لما بدات تمشي بدات توزن جسمك وتعدل جسمك، فتكون عندك تاني لوردوتك. تمام. تاني لوردوتك اللي هو موجود في منطقة اللمبر. تمام. تكون عندك تاني لوردوتك اهو. يبقى اول حاجة وقت ما انت كنت جنين كان الفيرتبرا كولمان بتاعك او السباين بتاعك داخل في سي شيبد، يعتبر فول فليكشن، داخل في كيفوزس. تمام. طيب اتولدت، واول ما اتولدت نمت على ظهرك، فبدأت تحرك راسك، حركت السيرفايكال سباين. تمام. او السيرفايكال فيرتبري، حصل عندك سكندري كيرفاتشر اللي هو ايه؟ لوردوتك. حصل عندك لوردوتك او السيرفايكال لوردوزس. تمام. ده اول كيرفاتشر اتكون عندك. بعدين بدات تمشي. تمام. وحاولت توزن جسمك، تعدل جسمك وتوزنه، فتكون عندك مين؟ عندك اللامبر لوردوزس اللي هو الكيرفاتشر الثاني اللي اتكون عندك. بيبقى عندك اتنين سكندري في جسمك واتنين برايمري. تمام. في عندك الثوراسيك كيرفاتشر، ده لسه قاعد برايمري زي ما هو لان هو ستيل كيفوزس. تمام. والسيرفايكال بيت سكندري عشان بيت لوردوزس. تمام. واللمبر بيت سكندري عشان بيت لوردوزس. تمام. وقاعد عندك الساكرو والكوكسيجل قاعدين كيفوز زي ما هم، فنعتبرهم برايمري. تمام. طيب في راي عندنا اختلف فيه العلماء، قال لك ان انت ايه السيرفايكال كلها مش هتعتبر ايه لوردوزس. تمام. هي اتفقوا ان هي سكندري. تمام. سكندري كيرفاتشر، بس قال لك كلها مش تبقى الردوس، لان انت مش دايما رافع راسك وبص للسما كده وبص للسقف، فانت مش عامل فور الردوس. انت عندك بس يا دوب الميدل سيرفايكر هي يعني حاليا اللي هي الردوس، والابر سيرفايكر واخده وضع الكيفوزس. ففي كتب قالت ان كلها لوردوزس، وفي كتب قالت ان الابر سيرفايكر دي تعتبر عندي كيفوتك، واللور والميدل سيرفايكر بتعتبر عندي الردوتك. فاحنا هنمشي على اللي كاتب الدكتور في الداتا. تمام. فهتبقى عندك الكيفوتك اللي هي الاربا سيرفايكل، واللوردوتك هي الميدل سيرفايكل. تمام. بس احنا متفقين ان السيرفايكل كيرفاتشر دي سكندري، دي اهم حاجه. احنا متفقين ان السكندري كيرفاتشر موجود من ضمنها يمين السيرفايكل، يبقى السيرفايكل سكندري كيرفاتشر، والابر سيرفايكل كيفوتك، واللور والميدل سيرفايكل مين؟ لوردوتك. تمام. والثوراسيك سباين دي كيفوتك برايمري، كيفوتك برايمري. تمام. واما اللمبر دي ايه؟ سكندري لوردوتك. وطبعا الساكروكوكسيجل دي كيفوزس بس برايمري. تمام. طيب انا هوقف معاكم هنا في المحاضره ديت، وان شاء الله اجهز بارت 2 وانزله. تمام. بس عشان ايه وقت الفيديو ما يطولش، واشوفكم على خير. السلام عليكم.